بهذه المناسبة يسر أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زين السفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية. أهلا بك في نشرة الثامنة. كيف أسهم دعم جلالة الملك المعظم اللامحدود للمرأة البحرينية في تقدم المرأة وتطورها في كافة المجالات؟ بداية يشرفني أن أرفع للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، وهي المناسبة الوطنية الغالية التي نحتفي بها وبالإنجازات التي تحققت على أرض مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر بقيادة جلالته أيده الله، سائلة الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة والعافية لتتواصل مسيرة النهضة المباركة ويعم خيرها على البحرين وشعبها الكريم. وبكل تأكيد فإن الحديث عن الإنجازات التي تحققت للمرأة البحرينية في ظل هذا العهد الزاهر لا يمكن أن ينفصل عن الصورة الكاملة لما شهدته مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالته من نهضة غير مسبوقة في شتى المجالات، حيث أطلق مشروع جلالته الإصلاحي روحا جديدة سلت في شريان الوطن وجعلت البحرين نموذجا يحتذى في التطور. لقد اهتم جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومنذ انطلاقة مشروع الإصلاحي بالارتقاء بوضع المرأة البحرينية، وأتاح أمامها المجال لأن تكون شريكا مؤثرا إلى جانب أخيها الرجل في ممارسة دورها في تنمية الوطن. واستطاعت المرأة البحرينية بفضل هذا الدعم الملكي السامي أن تصل إلى أعلى المواقع والمناصب على المستويين المحلي والدولي. كما أنني على المستوى الشخصي تشرفت بتولي رئاسة مجلس النواب في الفصل التشريعي الخامس كأول امرأة عربية تصل إلى هذا الموقع عبر الانتخاب الحر المباشر. سعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زين السفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، شكرا جزيلا لك.